الاخوه السلام عليكم. هاد السياره داساسون ديالو كما كنا هضرنا، عندنا مشكل تاع امارش الصباح. امارش ما كديرناش الصباح يعني بصعوبه، نبقاو نديرو كونتاك مره زوج ثلاثه تروا فوا باش ديرنا امارش اللوطو الصباح. ان فوا دير امارش تولي اللوطو مريقلة. بغينا نبارطاجيو معكم شنو هو المشكل، المشكل اللي يخلي اللوطو السياره كما كان لي فيكيل اسونس. هادو الحديثين كاع عندهم هاد المشكل هذا. كاين اللي يكون يدير ليسونس يمشي ستاسيون، يعني اللي عنده ليسونس ربما شويه عيان اولا لي ريزيرفوار عنده مسخين اولا فيه من الماء. كاين اللي دائما يدير غير بالخمسه يوترو. هادو هما الاسباب اللي كيخليو البومبه تعيا. والفلتر كما كتلاحظوا، شوفوا هنايا عندنا الفلتر كي داير. اجا احمد اولا اجا دقيقه، لاحظوا هنايا الفلتر كي داير. هذه بومبا جبناها كازيون كما كتلاحظوا، هذه جبناها كازيون لاكاس على الدراري اصحابنا. شوفوا الفلتر كي داير، شفتوه او كتحس به بلي فلتر، شفتوه. هذا اللي جبناه من لاكاس غادي نركبوه. المشكل اللي كان عندنا الاخوه، علاش هذه ما كانتش دير اماش؟ هذه كتنغبن الصباح، الصباح ما لاقياش كيدير تجبد هي منش كتجبد. هذا هو القديم، لاحظوا واش تلاقينا فيه. ها نتوما تشوفوا هذا هو الفلتر القديم، شوفوا الجديد كي داير. انتما تلاحظوا، شوفوا كحلت له هكا، شوفوا الجديد كي داير، شوفوا القديم كي داير. غادي نحلوه لكم، غادي تشوفوا واش فيه الداخل، شوفوا واش لقينا فيه الداخل. هذا فلتر تاع ليسونس. ها نتوما تلاحظوا، لاحظوا الاخوه واش لقينا فيه. ها نتوما تشوفوا، شوف ها نتوما شتو كيرجع، شوف شوفوا كيرجع، شوف هذا هو الفلتر، شوف كيرجع. ها نتوما هذا جامي طلع قطره تاع ليسونس. هذا علاش ما كانش يطلع على الاخوه؟ هذا دوك كيمين كترسل اللوطو، ان فوا كنديرو امارش كتولي اللوطو عاديه، واخا تقعد ساعه وتولي دير امارش اللوطو عاديه. مي الا خليناه واحد 6 السوايع، هاد لابوسيير هاد الغبره اللي كانت هنايا كترصب كتلصق كتيبس، دير بحال شي عجينه مي تنشف كتيبس، خاصه اللي كانت فيها غير 5 يطرو تاع ليسونس وخلاها مولاها مايله شويه ولا حاجه، ولا واخا غير في الطريق شويه شويه مايله، هذا يكون عالي شويه سواء كان ليسونس او ما كانش ليسونس. يعني هذا لا قعد 6 السوايع داك الوسخ اللي فيه كيترصب. يعني كنشوفوا الماء كنديروا فيه التراب مثلا، الماء نديروا فيه التراب ونخلطوه مليح مليح، غادي يتخلط مع الماء. وانما لا خليناه واحد 6 السوايع غادي ديك لابوسيير الغبره كتهبط ويبقى الماء صافي. هكا راه صارينا ديك الغبره كتهبط هنايا وترصب، والبومبه لما تبغي تجبد من هنايا ليسونس كتلقى هذا الشيء مبلع. فهمتوا الاخوه؟ دابا هذا البومبه عيات شويه بكثره ما كانت تخدم، عيات شويه اللي هي هذه البومبه بحال اللي عيات شويه. حنا جبنا له بومبه جديده. يعني المشكل اللي كان عندنا تاع الصباح كان عندنا اخوه باش نكونوا متفاهمين، كان عندنا المشكل تاع الصباح كان عندنا غير من هذا الفلتر تاع ليسونس. نبدلوا هذا الفلتر تاع ليسونس، اللوطو كانت عندنا مليحه وتولي نغزى امارش اللوطو. كان عندنا مشكل غير في هذا. حنا باش نجيبوا فلتر هذا غالي، حنا جبنا له فلتر كومبلي حاجه جديده، وجبنا له فيه فلتر هذا الدخلاني دوريجين، بومبا دوريجين، فلوتر كومبلي باقي نقيش فيه الشيما نتاع الفلوتور غير هذا اللي يمشي يجيبها مولاها بواحد الثمن. المهم حنا جبناها كومبلي بثمن باش نجيبو الشيما، ولا بثمن باش نجيبو بومبا، يعني ماشي شي غلا 25000 30000 هذا كومبليتمون هكا خلط ركب. السلام عليكم. بالنسبة حنايا عندنايا هنايا لاكاس باش نهضرو بالدرهم باش تفهموني، 300 درهم هذا يدير 300 درهم على حساب هاد داسيسون ديالو، يدير هنايا 300 درهم، 300 درهم كومبلي بيه بالشيما بالبومبا بالفلتر دوريجين الخلط ركب. والسلام عليكم. هادشي اللي كان الإخوة. وهادي لقينا دافعة شوية نتاع لي كران نتاع الحديد، لقينا فيها واحد لابوسيير تاع الغبرة تاع الحديد. هادي مش بدي تموت كتبقى تطلق واحد الغبرة تاع الحديد، هذيك الغبرة تاع الحديد تمشي لنا لي زانجيكتور، تحرق لنا لي زانجيكتور. يعني من الأحسن نبدلوها كومبلي بها بفلتر تاعها معطاها الله، لأن ما كان واحد لي كران. هاهما كنا تلاحظوا ديرها تشوف يشوف هاد لي كران، ها باينين هنا أحمد. هاهما كان واحد لي كران، المهم واحد الغبرة تاع الحديد هادي خارجة من البومبا، هاد لي كران خارجة من البومبا من هنا. حنا شونجينا البومبا، معليش يبقى هكا باين.